ويسرني أن أعلن عن إطلاق جائزة الأخوية الإنسانية من دار زايد، التي ستكرم في دورتها الأولى منها شخصيات ومؤسسات عالمية التي بذلت جهود صادقة في تقريب الناس من بعضها البعض، ونتشرف في دولة الإمارات بمنح الجائزة في دورتها الأولى لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجهودهما المباركة في نشر السلام في العالم.